معبر على كل واحد. اي انسان ذاك عبرت عليه؟ ولا اي انسان؟ ايه كما اي انسان فرحك عبرت عليه؟ ولا ايه صغيره وعندها عقليه، صبيه تعرف قيمه الزواليه، جات لي ما تكبرتش عليا، شحال حنينه وطيبه، عمري ما ننسى خيرها اللي دارته فيا. في هذا الزمان ما كاش كما هي، تمنى لها تنجح وتصير طبيبه او محاميه ان شاء الله يا رب. لو فات هذه الطفله جات وجات وخليت هذه المرة تكتب عليها دونك قاستها، أثرت فيك عفسة الطفلة هذه؟ أثرت فيك عفسة؟ صح، تشوف الناس لما يدعونا مسلمين زعما مسلمين زعما شاب مسلم، بصح كبار بنتهم كبار بصح قلوبهم قاسية، بصح هذيك الصغيرة وقلبها حنين وطيبة. مليك الصغيرة حاب نكتب وش كل عشر ميزيريات ما واش نحس نكتب أنايا. يما كيفاش راكي عايشة اليوم؟ أنا عايشين كتب عايشين في الجينة، بات أنا ولادي باتوا برا؟ باتوا برا، هذي غيب 10 سنين باتوا برا. شحال عندك وليدات يما؟ عندي 4، واحدة مزوجة وثلاثة معايا. يباتوا معك برا؟ ايه، بدل دخل جنينة. ويما شكون اللي يصرف عليكم؟ كيفاش راكم عايشين؟ ربي. اللي عنده ربي ما يخافش يما. صح، اللي عنده ربي ما يخافش كاع، وليدي ثقة في ربي ما يخافش. بعدني. يما واش الحاجة اللي خلاتك تباتي برا هكذا ومع ولادك؟ يعني قصت حياتك كيفاش دايرة؟ ايه قصت حياتي مرة كاع مرة، صحيح كما قال لك خاص حياتي بزاف مرة. المهم انا كنت عايشة مع ولاد، قلت ما هكذا، كنت مزوجة هنا في الجزائر، كنا عايشين في بوفار محمد السانك مع راجلي ويمه وولادي. سمعتني؟ ايوه. راجلي ما على باش يدير بزاف مشاكل الاخر، كان عندنا هنا استوديو هنا في الجزائر. باع هذيك الاستوديو باعها ودراهم كاع صربهم، يعني زدنا رحنا لفوكا، خاطر عنده دار يماه فوكا. كنا تما عايشين تما عايشين عشنا ومشاكل كل يوم مشاكل كل يوم مشاكل 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 مشاكل. باع الدار وطلقني ورمانا هنا برا، خرجنا كاع هنا برا. ها؟ مشاكل مع بزاف مشاكل بلا ما نقول. شحال عندكم انتم برا؟ انا 10 سنين برا. 10 سنين؟ 10 سنين اي. ما حوس عليكم؟ ما حن عليه قلبهم؟ وش يحوس علينا؟ خلاص دار باعها وتراهم كلاهم ما بقى والو، وطلقت وراني برضك انا ولادي. يما كش ما خدمتي؟ كش ما كي خدامه وليداتك هذوك؟ كش ما يخدموا؟ كش ما كذا ما كانش الخدمه ورا الخدمه، لازم الخدمه يقول لك وليدي ريزيدونس منين نجيبوها؟ مزنقه ما كاش. حول ولا قوة الا بالله. يما واش توجه نداء للناس اللي تشوف فينا وللسلطات اللي راهم يشوفونا؟ كانوا بكري يقراو، كنا في الدار دوك وين يقراو؟ دوك ما كانش وين يقراو، انا في الزنقه برا يقراو. يما ولادك شحال في عمرهم؟ واحدة مزوجة وزوج معايا، واحدة في عمرها 24 وواحدة 22. ان شاء الله ربي يحفظهم لك ويخليهم. هاك تشوف انا بالزنقه نعانوا البرد وش البرد وهذاك الاخر، واش غنديروا؟ الله غالب. تصور الهاوي راهم يباتوا شتو كما قال لك، قلوب الناس قصات والرحمه ما كاش الرحمه، خلاص الرحمه من القلوب. لا لا الله غالب، نستنى في رحمه ربي تنزل علينا وخلاص. ما تبكيش يما، يفتح ربي يفتح ربي ان شاء الله. اللي خلق ما يضيع يا يما، ان شاء الله ان شاء الله نكونوا فال تاع خير عليك، والناس اللي راهي تشوف فيك ان شاء الله تعاونك بالشيء اللي يقدروا عليه، ما من الناس اللي راح تعاونك ربي اللي راح يسخرهم ان شاء الله. واحد ما راح يدير فيك بليزير ان شاء الله. براكة نمو فيها في الشارع، إلا ما كان والله نزقو والو. ما تبكيش يما، ما تبكيش يما، كاين ربي إن شاء الله. والناس ما ترحمش الناس، تشوف فيها الناس قاسية ولا تغوف قاسية بزاف ويحشر. واش ما إلا من رحم ربي هذا ما كان. يما واش توجهي نداء للناس اللي راهي تشوف فيك، واش تقولي؟ نقول لهم مع حبيتو تعاونا براكة دار واحدة بزاف علينا انا ولادي، دوزو بها الشتا دار واحدة ما تحقوا والو، دار واحدة برك هذا ما كان.
باش نلمو فيها كما ولات كبروا في الزنقه ولاتي تبعدي كبروا في الزنقه. تنساو المعيشه هذيك اللي كانوا عايشينها يما حبيت نسقسيك زعما لو كان ربي يفتح عليك هكذا بانسان يسخره لك ربي وزعما هكا يفتح عليك ربي بخدمه واش تقدري تخدمي انت؟ لا بغينا واش عندي شوف نعرف نطيب ندير كل شيء نعرف ندير انايا نعجن المطلوع الفطير المعارك نعرف كل حاجه نديرها تختوخه كلش نعرف نديرها. يما وش حال في عمرك تيا؟ 53 سنه. ما شاء الله ربي يطول في عمرك ان شاء الله. ان شاء الله اللي خلق ما يضيع يما. عندنا ربي هذا هو ربي صح. قبيله احكي باش نخرج من هذا السوجي تاع قبيله حكيتي لي بلي واحد الطفله مول فات جي تقعد معاك وكتبتي لها شعر وراكي تستناي فيها دركا باش جاز عليك معليش تقراي لي الشعر اللي كتبتيه لها. بنت بنتي عيد ميلادها اليوم. اليوم بنتي بنتي اللي راهي رقدة اقراي مادام راهي رقدة اقراي هولي. عيد ميلاد سعيد كل سنة وانتي بخير يا هدى يا نور العين عقبال 100 سنة وان شاء الله في وان شاء الله في سعادة على مر السنين كل عام وانتي طيبة يا حلوتي حبيبات ويو يا نور العين يا قرة العين يا اجمل هدية يا هدى يا طيبة نتمنى لك عمر مديد يا بنتي يا حنينة وتكون كل حياتك مرتاحة يا وردة جميلة في وسط البساتين حبيباتو يا زهرة تفوح منها عطرها أنت مثل عين تسابيل في الجنة تسيل منها المياه العذبة يشربون منها كل من هما عطشا يا زهرة الأخوان حبيباتو ربي يطول في عمرك إلى يوم الدين أمك التي تحبك إن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات. عيد ميلادها الطفلة هذه اللي قلتي لي راني نستنى فيها باسكو مول فات جيت تقعد معك احكي لي عليها شوية. مسكينة تجيب لي مسكينة تجيب لي الماكلة تجيب لي مسكينة تجيب لي الفطور. هاي هذه الطفلة مسكينة تقرا شافتني مسكينة كيفي مسكينة الفطور تقصر معايا شوية تقول لي راني نقرا وهكذا تقول لي تعيني ننجح فهمت عليها واحد قريتها صغيرة تفضل شافت عينيا أجمل وأرق صبية مثل الأصول وزينة ومتربية مثل الملاك عايشة مع البشرية صغيرة وعندها عقلية صبية تعرف قيمة الزوالية جات ليا ما تكبرتش عليا شحال حنينة وطيبة عمري ما ننسى خيرها اللي دارتو فيا في هذا الزمان ما كاش كما هي تمنى لها تنجح وتصير طبيبة أو محامية إن شاء الله يا رب. لو فات هذه الطفلة جات وجات وخلت هذه المرة تكتب عليها دونك قاستها أثرت فيك عفسة الطفلة هذه أثرت فيك عفسة صح تشوف الناس لما يدعون مسلمين زعما شاب جاي مسلم بصح كبار تهم كبار بصح قلوبهم قاسية بصح هذيك الصغيرة وقلبها هنية وطيبة فهمتني باش هي كيف ما تشوف راح يجي بصح قلبهم قاسي كل حجر كما قلوا أو شتى قسوة سمعتلي قاسي بزاف قاسية يما باش قصاوك الشعب هادو اللي راكي تحكي عليهم الناس هادو باش قصاو عليك؟ قاسيين بزاف الناس هذا ما فيش كاع الرحمة والله ما فيهم الرحمة كاع قاسيين بزاف الناس هادو بزاف كاتبة بزاف أشعار كاتبة معبرة على كل واحد أي إنسان ذاك عبرتي عليه؟ ولا أي إنسان إيه كيما أي إنسان فرحك عبرتي عليه؟ ولا إيه ان شاء الله ربي يفتح عليك يا امي انت ان شاء الله نفهمك ربي اللي خلق ما يضيع تاع الصح واليوم انا جينا في لانيفيرسير تاع بنتك صدفه وهاكي تستنى في هذه الطفله صدفه وحنا تلاقينا معك صدفه المره الجايه نتلاقاو بها زيد تكتب لنا شعر وان شاء الله تكتبي علينا شعر احنا واللي راهم يشوفوا فينا واللي راح يعاونوك واللي راح كاين ناس تحسها يما كيما كاين ناس تقاسي فيك كاين ناس هي تحس بك نكتب انا كل مره
ما واش نحس واحد ما يدير بها يا اخي نكتب علي واحد نشوف عبسه مش مليحه نكتب علي واحد ما ياذيني ما يبكيني ذاك النهار نكتب علي ان شاء الله ربي يفتح عليكم انت ان شاء الله فمك ربي اللي خلق ما يضيع طيب ما نحوس ولا نحوس مش اكيد تحوسي خويا نحوس ولا دار صغيره ما كاين ناس تلموا فيها وانا نخدم ونصرف على اولادي ونعيش نكمل حياتي حتى معاهم حتى نموت بزاف علينا البرد علينا وفاجئ علينا والله اعزائي المشاهدين لوجه الله اللي يقدر يعاون هذه المراه لوجه الله برك ما يخزر حتى حاجه واحده اخرى لوجه الله يعاونوا هذه المراه اروحوا لعندي عيطوا لي في تليفون جيبكم لعندها تشوفوا كيفاش راهي عايشه بعينكم هاي عايشه برا هي وليداتها كما كنتوا تسمعوا فيها ان شاء الله ربي ينحي الهموم على هاد الناس ان شاء الله ربي يرفد علينا البلاء الا كان نعاونوا هاد الناس يما ان شاء الله ربي يفتح عليك ان شاء الله اكونوا فالتا خير ان شاء الله امك ربي ربي يجازيكم ان شاء الله.